عبر عدد من أعضاء السلطة التشريعية وممثلو الجمعيات الحقوقية والمهنية عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام الكبير من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله وتوجيهات جلالته السامية بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء تعرضهم للممارسات السلبية من قبل السلطات القطرية. جاء ذلك في ندوة الاستهداف القطري الممنهج لبحارة البحرين والتي نظمتها جمعية قلالي للصيادين عبر تقنية الاتصال المرئي. وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة حماية حقوق الصيادين البحرينيين الذين طالتهم انتهاكات السلطات القطرية وتسببت لهم بخسائر جسيمة. وأكد المشاركون رفضهم للإجراءات التعسفية القطرية ومن بينها مصادرة مراكبهم واعتقال من على متنها من العمالة إضافة إلى سجنهم لمدد طويلة دون أسباب واضحة. تشير جمعية قلالي للصيادين إلى أنها تتابع باهتمام أحوال الصيادين وتداعيات ما تعرضوا له من انتهاكات جراء الممارسات القطرية الاستفزازية، مشددين على حق مملكة البحرين الأصيل في الهيرات والنيوات البحرية التي تعود بحرينيتها لسنوات طويلة، ويشهد بذلك كل النواخذ نواخذة الخليج، كما أنها سميت بأسماء نواخذ بحرينيين مثل نيوة عبد القادر ورميحي ورمضان، وكذلك هناك نيوة طبعا أكثر، وهناك هيرات مثل فشت الديبل وأم العرشان والظهير وبن زيان واليفرة وغيرها الكثير من الهيرات ومناطق صيد السمك. وتجدد الجمعية رفضها لما تقوم به دوريات أمن السواحل القطرية بملاحقة الصيادين البحرينيين خلال ممارستهم مهنة الصيد في مناطق مختلفة بالمياه الإقليمية، فإنها تعتبر ذلك إخلالا بكل قيم المبادئ والمبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية ومبدأ حسن الجوار، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. نحن طبعا في المؤسسة نقف موقف مع الجميع هذه القضية الوطنية الإنسانية، ونبدي أسفنا من هذه التصرفات التي من شأنها ونكرر الإخلال بكل المبادئ والقيم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية، ونكرر انتهاكها لأهم المبادئ الإنسانية وهو مبدأ حسن الجوار، إلى جانب انتهاكها لمجموعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ونبدي استغرابنا في المؤسسة من هذه التصرفات التي تأتي في ظل أجواء المصالحة الخليجية التي تتطلب شيئا من المرونة والحكمة وتغريب العقل وروح الأخوة التي يتسم بها أبناء الخليج العربي دون غيرهم. توقيف البحارة ومصادرة الطراريد وإتلاف مقتنياتهم، يعني كل هذه السلوكيات العدائية نرفضها جملة وتفصيل، ولا ينبغي يعني أن تصدر من دولة شقيقة، بل يجب عليها يعني أن تحترم الاتفاقيات والمعاهدات وتراعي قيم ومبادئ حسن الجوار وما يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من أواصر المحبة والأخوة.